وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عمر جو هيد. جزاك الله خير يا عمر. We're going to have محمد زهدي join us as well. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. عيد مبارك. عيد مبارك. Nice to hear your voice, the familiar voice, ما شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Continue. عمر go ahead. يلا come on. Don't make people stop. Okay. عمر go. He does it twice. Okay. Then I'll go after Asad. I'm 32. Okay, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. We have now Jodat online. Inshallah, Jodat will go next. تفضل يا شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. عماد, you can take it. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد
وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وعدا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محمد زهدي جوهد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. We have one brother, his name Hamid. Oh yeah, yeah. MashaAllah, brother Hamid, perfect. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tafadhal, ya Shaykh, please go two times, inshallah, we'll share with somebody else. Inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد I know it's 6:15 inshallah when Sheikh Hamdi is ready we'll begin the next part inshallah ta'ala Barakallah fiq Omar. Just give us a sign and. Okay, inshallah. Assalamu alaikum, Omar. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Taqabbal Allah minna wa minkum. Ameen. Alaykum assalam, Shaykhna. Eid Mubarak. Inshallah, almost the time for Salah now, inshallah. Yes, naam. Naam, inshallah. 6:30, inshallah, the khutbah will be, inshallah. 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 You can give an announcement for the people that because maybe I by mistake I mentioned that the khutbah will be on YouTube, but also you can send a message or be sure to tell people that the khutbah will be on WebEx. Okay. I'll make sure to make the message, inshallah. Inshallah. So now inshallah I'll be silent inshallah to pray here. Then inshallah 6:30 the khutbah, inshallah. Inshallah. So everyone, right now it's 6:15 on the program. We have right for this portion to pray on your own. Right, yes, yes, inshallah. Yes, so we'll take a break until 6:30, inshallah. Inshallah. Yalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'll be staying on the line and so will be everybody else, inshallah. So just stay on the line, pray your Eid Salah and come back.
It is now 6:30 a.m. Sheikh Hamdi will begin the khutbah very soon, inshallah. Just stay tuned. For the people who just joined us, alhamdulillah, we will be starting very shortly. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما صام المؤمن لربه وقام. الله أكبر ما امتثل المؤمن أمر ربه فأطاعه فيما أمر وانتهى عما زجر. الله أكبر ما اجتمع المسلمون يكبرون ويعظمون ربهم خالقهم ورازقهم. الله أكبر ما فرحنا بفرحة العيد التي هي الفرحة الأولى للمؤمن على صيامه. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. قال لعائشة وفي بيتها في بيتها فتيات يغنين يوم العيد وهي تريد أن تنهاهن حتى لا يسمعهن رسول الله، قال دعيهن فإن لكل قوم عيد، وإن يومي الفطر والأضحى عيدنا أهل الإسلام، دعيهن فليعلم يهود أن في ديننا فسحة، فإنما بعثت بحنيفية سمحة. All brothers and sisters, Allah is the greatest. That التكبير the sign of today. التكبير
التكبير في عيد الفطر. Doing this تكبير that's since yesterday. Since the crescent of شوال started. Since مغرب yesterday till now. No more تكبير after that. So after the خطبه there is no more تكبير in that day. But Allah تبارك وتعالى showing us that by the blessings of Allah تبارك وتعالى we must be happy. We must be happy by the blessings of Allah تبارك وتعالى which is unlimited blessings. Allah says in Surah Yunus, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون حق لمن صام رمضان. It is the حق. It is the right for the one who fasts the month of Ramadan and prayed Qiyam in Ramadan and read Quran in Ramadan to be happy today. Today is the day of the prize, the day of Al-Ja'izah, the day of Al-Ja'izah. Allah is calling us on His Arsh. Allah calling us. Allah says, وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لأجيبنهم. Allah is swearing by Himself that He will answer our dua. Allah will answer our call. Allah will be with us as long as we obey Him. Oh Allah, yesterday it was forbidden not to fast. It was forbidden to eat during the day or do anything not allowed during the fasting day. But today it is haram to fast. It is haram to fast. If someone fasts today, he's a sinner. He's a sinner if he fasts the day of Eid. Yesterday it was haram not to fast. Today haram to fast. What is the meaning? What is the point? The point, we are obeying Allah. Whatever Allah ordered us, we have to obey Him. If He ordered us to fast yesterday, yes, we fast the month of Ramadan, alhamdulillah. If Allah ordered us this day of Eid, yes, it means what? Whatever Allah ordered you to do, do it. What Allah prevented you from do it, from doing anything, it is prohibited, it is forbidden, don't do it. So, ta'a. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Whoever obeyed Allah and His Prophet is the most successful in the dunya and the akhirah. In the dunya and the akhirah. Brothers and sisters, when we come to the day of Eid, there is many lessons. Many. I want to mention some. Number one. Lesson number one, that alhamdulillah, alhamdulillah, there is no celebration except after obedience of Allah. لا فرح إلا بعد طاعة الله. من عصى الله لا يفرح. Whoever disobeyed Allah, he will never be happy. But the one who obeyed Allah, yes, he will be happy in the dunya and the akhirah. He will be happy in the dunya and the akhirah. As long as you obeyed Allah, you will find. If Prophet Muhammad Sallam says about lowering your gaze, غض البصر. What if we obeyed Allah and we lowered our gaze? It means don't look to haram. Then what is the result? يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غض بصره السهمة النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها ابتغاء مرضات الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. If the one lowered his gaze for the sake of Allah, Allah تبارك وتعالى will give him إيمان, faith in his heart. He will find the sweetness of this faith in his heart once he stayed away from haram. And also when we obeyed Allah, we pray, we do zakah, we read Quran, we saw that we'll find this ni'mah. So that's why Allah تبارك وتعالى made our Eids one after Ramadan, after the fasting, after Qiyam, after Dua, after Quran. Then the second one after Hajj, after praising Allah in Hajj. Millions from everywhere going for Hajj. May Allah make it easy this year to let the people do, able to do Hajj this year, inshallah. Number two, lesson number two, that is special Ramadan. That is this Ramadan, very special. This Ramadan, very special Ramadan this year. So it means we passed by situation never happened before. And alhamdulillah, but also there is glad tiding, there is bishara. Yes, we prayed at home. We fasted with and break our fasting with our family, not as community. So, but alhamdulillah, alhamdulillah, Allah تبارك وتعالى make the valid excuse will never decrease our reward.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره مقيما صحيحا. Even if we pray at home with family, Allah will reward us as we prayed gathering in the masjid. Even if we did our ibadah as individuals or few people only attend together, Allah will give us the full reward as we pray together. Why? Because this excuse is not in our hand. Alhamdulillah. So that's we have to be sure that Allah is the most generous. Allah doesn't put us in something and Allah tabaraka wa ta'ala decreed our reward. No way. Allah will keep our reward as is. As Prophet Muhammad Sallam says in the battle of Tabuk, when some people stayed behind, they were not able to attend the battle. The Prophet Muhammad Sallam says, "Inna tarakna khalfana bil Madinati aqwaman, ma qata'tum wadiyan, wala salaktum shi'ban, illa kanu ma'akum, habasahumul udhr. Some people they stayed, they were not able to attend. Allah, the Prophet Muhammad Sallam says, their reward, complete reward. Why? Because they have valid reason. But the problem, if someone doesn't have this valid reason, then he did not attend the salah with no valid reason. So that's another issue. The third one, subhanallah, Ramadan passed, and he carried with him all of our good deeds. But be sure, Ramadan will come in the day of judgment as witness with many witnesses. Do you know in the day of judgment will be everyone has his own case, like in the court, and we have many witnesses. Either those witnesses will be witnesses for us or against us, with us or against us. Imagine. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد بكى عليه مكانان. If the son of Adam, if the believer, he passed away, there is two places will cry because they missed him. Two places. The first one, the place of your sujood. Will cry, Ya Rab, your servant used to pray on me here. So I am witness. مكان السجود يبكي على العبد إذا مات. يقول يا رب عبدك كان يصلي هنا. يصلي في هذا المكان. عبدك. فالمكان يبكي ويبكي موضع في السماء أيضا يبكي وهو موضع رفع عمل العبد إلى الله. Two places will cry for you if you die. The first one, the place of prostration of sujood, and the other place in the heaven, the place of raising your deeds up to Allah تبارك وتعالى. Yes, Ramadan passed, but will come as witnesses, as the places will be witnesses. Our organs will be witnesses. The angels will be witnesses. And Allah is the best witness. And Ramadan will be one of the witnesses. To be witness either for us or against us. We ask Allah tabaraka wa ta'ala to keep our fasting and our recitation of the Quran as shafi'ah. Intercede for us in the day of judgment. As Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم says, الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. Quran and the fasting, they will intercede for us in the day of judgment. May Allah accept what we have done. The point number four, this is the day of صلت الأرحام. Be kind with your relatives in that day. That is the day, not only in that day, but every whole year, but especially this day. Yes, ask Allah. Why? Because Allah warned, if someone he cut the kinship with his relatives, what will happen? Allah says in Surah Muhammad, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Maybe that's the point before the last. The point before the last, make this day happy day for you, for your family, for your kids. Try your best. Make it happy day. Let them feel happy. Always waiting for this day. Always waiting for the rahmah of Allah. May Allah tabaraka wa ta'ala make this day happy for us in the dunya. And also make, oh Allah, make the fasting and the qiyam makes us happy in the day
of akhirah, of akhirah, because there is happiness in akhirah. Do you know? Allah says in the Quran, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ Right. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ Have glad tidings and laughing. In the day of judgment, we ask Allah Tabarak wa Ta'ala to keep all of us among those. I want to say also, Subhanallah, that's the last point. After Ramadan, if you love the fasting, if you love the Qiyam, if you love the Quran, if you love the giving for the sake of Allah, remember. Remember two things. Number one, the time of Ibadah is not ended yet. The time of Ibadah will end for sure when we die. But as long as we're still alive, the time of Ibadah still. So inshaAllah, bi'ithnillah, Prophet Muhammad Sallam, he encouraged us to do what? To fast 6 days of Shawwal. To fast 6 days from the month of Shawwal. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. If someone he fasted Ramadan, then he followed Ramadan by fasting 6 days of Shawwal as he fast the whole year. And inshaAllah, our plan as community, as usual, as in the last 20 years, inshallah, we'll fast the 6 days of Shawwal, starting not tomorrow, we'll skip tomorrow. Let you enjoy, let you have barbecue, let you enjoy tomorrow, inshallah. But inshallah, we'll start Thursday, Thursday, Monday, Thursday, Monday, Thursday, Monday, inshallah, 3 weeks to finish the 6 days of Shawwal. And also, I encourage everyone to keep at least Qiyam every night, even 2 rak'ah before Fajr, or even if it is hard before Fajr, make it after Isha. Make it after Isha, even 2 rak'ah minimum. 2 rak'ah as Qiyam. Love the Qiyam. Keep this habit, because Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned that and ordered His Prophet, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. In Surah Al-Isra, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. أيها الإخوة الكرام والأحبة, إن شاء الله soon, إن شاء الله soon, by the will of Allah, we'll be back in the masjid, we'll be back in the masjid, and alhamdulillah, we knew the value of the masjid, recognize the value in the masjid of our life. So we ask Allah Tabarak wa Ta'ala to keep all of us among those supporting the masajid, giving to keep the masajid running, and support the masajid, not only by money, but by being there. You, your family, your kids, your daughters. And also, we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to keep our community strong and all the Muslimin. And the last point, yes, alhamdulillah, we have Eid. Yes, we have Eid. But some many brothers and sisters everywhere. Some of them under torture. Some of them deported from their land. Some of them jailed, stayed in the jail. Remember them in your dua. And also remember the people who passed away, relatives, parents, father, mother, and do dua for them. Inshallah, we'll do dua for all. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا ولأزواجنا وأولادنا وبناتنا ولمن له حق علينا ولكل من علمنا ولكل من أوصانا بالدعاء. نسألك يا الله في هذا اليوم العظيم, هذا يوم الجائزة, هذا اليوم الذي تنزل فيه الملائكة لتحيي المؤمنين وتبارك لهم على صيامهم, تبارك لهم على صيامهم وقيامهم, تبارك لهم عيدهم. نسألك في هذه الساعة والملائكة من حولنا أن تفرج كرب المكروبين, فرج كرب المكروبين, وأحسن خلاص إخواننا المسجونين, واقض الدين عن المدينين. يا ربنا فرج كرب إخواننا الذين أوذوا في سبيلك, فرج كربهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم ارفع
وارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء واحفظنا والمسلمين والمسلمات من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا والمسلمين والمسلمات من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعفنا بالحلال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، خير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اقض للمحتاجين حاجتهم يا رب العالمين. اللهم اقض لكل محتاج من المسلمين حاجته في مشارق الأرض ومغاربها ما لم تكن إثما أو قطيعة رحم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا عيدنا أهل الإسلام، واجعلنا في هذا اليوم من الفائزين، واجعلنا في هذا اليوم من عتقائك من النار، وممن رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب العالمين في جنات النعيم. اجعلنا اللهم من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم. May Allah accept from all. وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. Be happy and inshallah we'll see you in Eid drive through inshallah on El Segundo with duty inshallah in the recreation center drive through. Go there with family, enjoy. By 9 inshallah we'll be there. May Allah تبارك وتعالى keep this day inshallah as record for us this Ramadan special as record for us. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum everybody inshallah. Just wanted to make sure that you know the location inshallah. It's going to be on Adori Avenue and El Segundo inshallah. Jazakallah khair shahandi for the khutbah. Let's not forget inshallah the hidden heroes inshallah that volunteered to make this happen. And subhanAllah, just like Sheikh Hamdi said, you know, there's many unfortunate people out there that even have a hard time with celebrating Eid. But Allah subhanahu wa ta'ala has given us the opportunity to celebrate Eid. Although it's virtual, yet subhanAllah, I still see 81 people, inshallah 81 million soon, on the community. So let's not forget to make dua for the people who made this happen, the WebEx team, the food pantry team, the people that are doing things right now, the shuyukh that did the Quran, the people that made the dua, the shuyukh that made the lectures, you know, this could not have happened without them. Of course, Allah subhanahu wa ta'ala chose those specific people to volunteer. So always remember these things and always make dua for them because that's the best we can do, subhanAllah, for the community. Jazakumullah khair. Inshallah, we'll see you there. Keep smiling on Eid. It's a time of happiness, a time of joy. And it's, you know, don't make people get you mad today. Khalas. Jump up and be happy. We want to be the happiest people on earth today, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Session right now. Right. Yes, sir. Alhamdulillah. Jazakallah khair, team. Assalamu alaikum. Eid Mubarak, everybody. Eid Mubarak. Barakatuh.